يتضمن التقديم الإذاعي والتلفزيوني وإتقان اللغة العربية وقواعدها والقدرة على الأداء السليم، إلى جانب قراءة النصوص الإخبارية والعمل المباشر وتطبيق العلوم النظرية، هي أبرز المحاور التي تضمنتها الدورة التدريبية التي جاءت بمبادرة من المؤسسة الجادية للتدريب والإنتاج الإعلامي والثقافي بالشراكة مع المعهد العالي للاتصالات والتقنية. وعلى مدى أسبوع من أعمال الدورة جاءت مناسبة الحفل الختامي لتوزيع شهادات المشاركين، وبحظ الصدد قدم المشاركين كلمة شكر وثناء مثمنين عاليا جهود القائمين بتنظيم أنشطة الدورة التدريبية، مطالبين بتنظيم دورات مماثلة بغية الاستفادة القصوى من الفنون الإعلامية. في كلمته بهذه المناسبة رصد المدرب موسى أزرق موسى أهم ما تضمنته الدورة التدريبية، حيث تدرب المشاركون على فنون الإلقاء الصوتي وأنواعه وكيفية قراءة النصوص الإخبارية والوجدانية والنصوص الوثائقية والتحكم على أدائها، إلى جانب التدريب على النشرات الإخبارية والسياسية والأمنية والاقتصادية والرياضية وطريقة أدائها أيضا وكيفية الحديث أمام الكاميرا والجمهور. بدوره رئيس المؤسسة الجادية للإنتاج الإعلامي والثقافي هنع المشاركين على تحملهم الصبر لإكمال الدورة والاستفادة منها. لقد جاءت هذه الدورة التدريبية انطلاقا من أهمية المساهمة في نهوض وتطوير الحياة الثقافية والفنية والإعلامية في تشاد، ولكي نضع خبراتنا الميدانية لتطوير المواهب لدى الطلاب هو ما دفعنا بلا شك إلى تنظيم هذه الدورة التي حملت عنوان فنون التقديم الإذاعي والتلفزيون. نحن نجعل الإبداع قيمة وللمعرفة مستلزمة وللمتدرب فرصة للتعليم والعمل من خلال إطلاق العديد من الدورات المتخصصة في مجالات متعددة كالإعلام والثقافة وجوانب أخرى. أما رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للاتصالات والتقنية لدى ترأسه المناسبة أشاد بجهود أعضاء المؤسسة على الأنشطة التي تعد في المقام الأول. لمدة أسبوع كامل ما شاء الله إخوة تلقوا دورة مفيدة، والإعلام هو الناس يقولون هو السلطة الرابعة، لكن صار الإعلام السلطة العليا والأول حاليا في العالم. الإعلام هو الذي يتحكم في الناس، في السياسة، في الاقتصاد، في التوجيه، في تربية الناس. هذا وقد توج الحفل بتوزيع شهادات للمشاركين وكذا شهادة الشكر وإرفان على القائمين بتنظيم أعمال هذه الدورة.